بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعد ولقاء جديد نخطو فيه سويا خطوات على طريق الهداية. لازلنا في شهر ربيع مع خير الذكرى لسيد الخلق وخير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه أفضل الصلاة وأحسن السلام. اتفقنا أن الاحتفال لازم ياخد شكل العبرة والذكرى، الدراسة الوافية لسيرته وحياته وأحاديثه الصحيحة، وبعدين أبسط حاجة نعملها كأمة محمد صلى الله عليه وسلم نقتدي ونتأسى بالخطى. إعداد هذه الشخصية ما كانش مجرد يعني إعداد عادي، ده قدر من ساعة لما ربنا سبحانه وتعالى أراد وأرادت المشيئة الإلهية أن يبقى فيه كون ويبقى فيه آدم بشرية وذرية. محمد ابن عبد الله كان اصطفاء عن اصطفاء عن اصطفاء. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن سورة الضحى، واتكلمنا قد ايه في منة وعطية إلهية للرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء معينة تتعلق بالهداية، تتعلق بالإعالة، تتعلق باليتم، وكان في تكليفات قصادها. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. طيب الكلام عن هذا الرسول هل موجود عندنا في القرآن بس، ولا موجود في الكتب السابقة وفي إشارات ودلالات؟ لا، في إشارات وفي دلالات. لو رحنا من سورة الضحى لسورة الأعراف وشفنا المولى سبحانه وتعالى وهو بيوصف القصة اللي تمت في عهد موسى عليه السلام، والحوار اللي دار بين موسى وبين أتباعه من أمة موسى، هنسمع آيات بتتكلم عن بشارة، عن أخبار تخص النبي الخاتم، نبي آخر الزمان اللي موجودة في التوراة وفي الإنجيل. تعال نسمع كده ونشوف سورة الأعراف بتقول لنا إيه، ونبتدي نتكلم عن هذا الموضوع. لكن طبعا قبل التلاوة أنا عايز أنبه حضراتكم إن مش معنى إن إحنا دي آخر حلقة في شهر ربيع إن خلاص خلص الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونفض السامر والمولد زي ما بيقولوا ورجعت ريما لعادتها القديمة. لا، النهاردة فرصة نحتفل، والعمر كله فرصة عشان نقلد ونتأسى بالخطى. برحب بحضراتكم مرة تانية، ورحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد هداية. أهلا وسهلا ومرحبا. يا مرحبا، أهلا وسهلا. نسمع الأول مع بعض سورة الأعراف ونبتدي نتكلم إن شاء الله. تفضل. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. يعني شوف، هم يعني نتكلم على آيتين بس طوال جدا، وفيهم كلام كبير جدا وكتير جدا. أولا عايز أرجع للآية الأولانية اللي هي 156 في سورة الأعراف. الكلام من قوم موسى. أيوة، يكلموا ربنا سبحانه وتعالى. أيوة صح كده، بيقولوا
بيطلبوا من ربنا وبيدعوه، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أيوة. إيه أهمية الطلب اللي هم طلبوه وإيه معنى هدنا إليك؟ عشان بس نبقى فاهمين هم بيتكلموا عن إيه، وليه بعد كده المولى جاب سيرة النبي الأمي بقى للناس دي. أنتوا طالبين حاجة راح ربنا عاملها مشروطة، ماشي هديكوا اللي أنتوا عايزينه، بس لمين؟ للي يعمل كذا وكذا وكذا، إيه شروطهم؟ تعال نتكلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. وبعد، التوقف منك كويس قوي علاء، كويس قوي. ليه؟ لأن بعض الشراح بيتناولوا الموضوع من الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، والآية متعلقة، لأنك لو أنت تليت الآية 157 على حد هيقول لك مين دول الذين يتبعون، اللي هم إيه؟ اللي هم المتقين من الذين هادوا. لأن المولى عز وجل، أولا سؤال أنت سأله كويس قوي، إن هدنا إليك يعني إيه؟ يعني طبنا إليك أو رجعنا إليك. فدول ناس فاؤوا إلى الحق من أمة موسى، وكأن بهذه الآيات يوضح المولى عز وجل أن الباب مفتوح لليهود والنصارى آناء الليل وأطراف النهار لإعلان التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتقي الله فيتبع هذا الرجل. إذا اتقى الله فالمولى عز وجل يهديه لاتباع هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. يبقى الآية دي بتجاوب عن سؤال ناس كتير سألته، اللي هي مسألة الفروق بين الأمم المختلفة، وإن لكم دينكم ولي دينكم ولي دين، إن كل واحد حر. لا يعني اليهود اللي ظلوا على ديانة موسى عليه السلام في اليهودية منذ وفاة موسى إلى النهاردة، حتى لو كان في منهم ناس كويسين ومتدينين وبيعملوا خير، يظل هذا الأمر ويظل دخولهم الجنة ورحمة ربنا متوقفة على اتباعهم لهذا الرجل طبعا. وكذلك النصارى اللي آمنوا بعيسى عليه السلام من وفاة عيسى إلى النهاردة وإلى قيام الساعة، يظل برضو تقييم ربنا سبحانه وتعالى لجهدهم وأعمالهم وإيمانهم موقوف ان هم ما يكذبوش ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين يتبعون، شوف اللفظ، الذين يتبعون، حط مليون خط، الرسول النبي الامي، دي صفات ثابته وموجوده في التوراه وفي الانجيل، مكتوبه عندهم. ولذلك انا هوريك التوقيع دلوقتي، الذي يجدونه مكتوبة، يعني ما فيهاش أدنى شك إن صفات هذا الرجل صلى الله عليه وسلم كانت مكتوبة عندهم حيلاقوها. وعشان كده أنا بقول فرق بين صفة تلازم الرسول حتى يوم القيامة وبين حالة وجد الرسول عليها زي اليتم مثلا. فدي حالة اللي احنا اتكلمنا فيها في سورة الضحى، دي حالة، إنما دي صفات. انت عندك هنا اكتر من 9 صفات للرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الشراح حصروهم في 9 صفات، ما بنختلفش، لكن صفه الوصفه متعلقه وثابته في حقه صلى الله عليه وسلم، وكل الصفات شرف له صلوات ربي وسلامه عليه. فانت عندك اولا هدنا اليك، يعني تبنا اليك او عدنا اليك او رجعنا اليك. ولذلك الايه ايه؟ الايه كان فيها مكافأة من المولى عز وجل لهؤلاء الذين اتقوا من بني إسرائيل، لأن هو بيقول فسأكتبها للذين إيه؟ يتقون. اللي هم مين؟ أنت عندك التقوى دي علقت في بداية كل قضية، في بداية كل أمر مهم. في مطلع الكتاب قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وراح وصفهم لك الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات. هنا قال لك فسأكتبها للذين يتقون، وراح موصف بعد كده مين هم المتقين دول أو المتقون دول، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هل المسألة تركت هملا كده لما يقابلوه من غير تحديد؟ لا، الذي يجدونه مكتوبا عندهم، وهم في تعرفهم يعرفونه كما يعرفون ايه؟ ابناءهم. يعني زي ما انت تعرف ان ابنك، لدرجه ان عبد الله بن سلام اللي اتكلمت انا عليه مره في حلقه من الحلقات، هذا الرجل كان من الذكاء بمكان، خلى عمر رضي الله عنه ذكاء بمكان،
خلى عمر رضي الله عنه بس راسه، وهو بيقول انت عرفته ازاي صلى الله عليه وسلم؟ انت قال له مكتوب عندي. قال له تعرفه زي ابنك؟ قال له بل اكثر. قال له ازاي تعرفه اكتر من ابنك؟ قال له ابني قد تخطئ زوجتي وتجيبه من حد تاني، لكن محمد ما ينفعش نخطئ فيه. فقبل عمر راسه، لانه شوف درجه الايمان، قال لك ابني ممكن زوجتي تخني، انما محمد ما ينفعش، لازم ياتي على اوصافه في التوراه. قال له الاوصاف دي كانت عندكم؟ قال له حال بحال، كما ذكرت في القران هي في التوراه والانجيل. طب لكن تدخلت الايادي البشريه من اول التوراه من اليهود وابتدت تشيل هذه الاوصاف طبعاً. عشان النهارده الاتباع والاجيال بقى، شوف عبر القرون يقول لك مش لاقيين يا جماعه في التوراه والانجيل كلام بيقول ان محمد ده رسول. بص بمنتهى المنطق يعني انا هقولها في دقيقه، لو ان الاله الذي يتبعونه اولئك وهؤلاء انهى الموضوع عند عيسى عليه السلام، كيف سمح بهذا القران يتداول وهو اله؟ من الاخر بالمنطق، كيف سمح هذا الاله المتبع حاشاه سبحانه وتعالى ان يتداول كتاب اسمه القران؟ وبعدين احنا بنقول الكلام ده موجود عندكم وكده، المنطق يقول لك ان الاله كان يجب ان يتدخل لانهاء هذه القضيه. فكونها متروكه يبقى اذا هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى. انا مش عايز ادخل في مناظره ولا يعني كده، لكن بالمنطق. ولذلك شوف التوقيع الالهي، الذين يتبعون الرسول النبي الامي. هات الصفات كده بتاعه محمد صلى الله عليه وسلم، ما تنفعش غير تكون كده. يعني ما ينفعش رجل يتحمل عبء هذه الرسالة وما يكونش أمي، بل إن الأمية فيه شرف. وبعدين أنا قلت لك الصورة دي جابت من الآخر للأول، الرسول أن هو يعني بالله عليك، النبوءة ولا الرسالة؟ النبوءة الأول. النبوءة تسبق الرسالة. يعني النبوءة الأول وبعدين الرسالة، وبعدين تعال نوصف بقى أنه أمي. لكن شوف الآية مشيت إزاي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، لأن الآية بتوصف حالة هم جم عليها وهي الرسالة بالمنهج الذي هو القرآن. وبعدين هو كونه يبقى نبي ده توصيف مهم جدا، لأن هيخدم معانا في توصيفه صلى الله عليه وسلم كخاتم. وانا قلت لك لو زمان قال خاتم المرسلين كان يمكن يجي بعده نبي، انما يقول لك رسول الله وخاتم النبيين. وانا زمان قلت لك كل رسول نبي، لكن مش كل نبي رسول. فلما هو خاتم النبيين يبقى مش ممكن يجي بعده لا نبي ولا رسول، لان هو رسول وخاتم النبوءات، يبقى ما ينفعش يجي بعد حد. ولذلك هو قال وانا العاقب فلا معقب بعدي او فلا نبي بعدي. فالآية بتتكلم في إيه؟ إن ده اللي مكتوب عندهم. إنه رسول نبي أمي. وفي شروط تانية. طبعًا. هيأمرهم بالمعروف. بالظبط، كل دي خد بالك بقى، دي مش حالات علاء، دي صفات. أن يأمر صلى الله عليه وسلم وأن ينهى صلى الله عليه وسلم وأن يحل وأن يحرم، هذه صفات. وليست حالات. واللي أنا عايز ولادنا يتعلموه إن اليتم حالة انتهت بولاية الله تبارك وتعالى أو بإيواء الله تبارك وتعالى، قولها زي ما أنت عايز، لكن الأمية صفة تستمر في حقيق وهي شرف أن يكون أميا. ولو أنت خدت بالك هنا قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ألم يجدك يتيما. تعالى كده على نغوص شوية على رأيك أنت في كلمة يتيم، تلاقي إيه؟ مفيش حد لا بيربي ولا بيقوي، مش كده؟ الا المولى سبحانه وتعالى. صح؟ صح. طب والامي؟ تلاقي برضه ما فيش لا توجيه ولا تعليم ولا، يعني عايز يقول لك الصفه الثابته له انه ما يقعدش على حد، ما يتلقاش علم حد، ما ياخدش فكر حد، ما ياخدش طباع حد، انما يفضل لوحده كده 40 سنه عشان يبقى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، عشان يبقى ما ضل صاحبكم وما غوى. ودي النقطة اللي أنا بقول لك خد بالك، لما قال له إيه؟
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك إيه؟ ضالا. في حين أنه هو نفى عنه قال ما ضل صاحبكم وما غاب، هو ده ضلال الكفر نفاه عنه. أما ضلال البحث فده شرف، أنه تعبان وبيدور دي صفة كويسة، أن ربنا اللي يهديه ويعلمه ويديها له هو سبحانه وتعالى دي مسألة من عند الله بقى. يبقى الأمية في حقنا إحنا عيب، لكن في حقه صلى الله عليه وسلم. وأنا زمان ضربت لك مثال لو أنت فاكر الورقة البيضة والورقة مكتوب فيها بالرصاص واللي مكتوب فيها بالجاف. نعم. أسهلهم إن علاء يكتب ورقة البيضة، البيض مساعة البيض، هي دي الأمية. وحتى في القرآن الكريم ربنا رد على الناس اللي اتهموه صلى الله عليه وسلم، ده اتعلم حاجة من التوراة من الإنجيل وفلان كان بيعلمه الإنجيل، وطبعا ما كانش بلغة عربية التراجم دي، بس اللسان اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب. فاصل ونواصل، تابعونا مرة أخرى. أهلا بكم مرة تانية. ربنا في القرآن الكريم بيقول إن الرحمة والحسنة اللي مطلوبة في الدنيا وفي الآخرة مشروطة ومرتبطة باتباع النبي الأمي الرسول اللي له أوصاف ومكتوبة في التوراة وفي الإنجيل. ومنطقية الأشياء اللي بيتكلم عنها إنه هو بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر، مش طالب حاجة لنفسه، مش طالب زعامة، مش طالب فلوس، ولا بيأمر بحاجة وحشة ولا بينهى عن حاجة كويسة، وفي النهاية بيعود بالفايدة المباشرة دلوقتي في الدنيا، بيحل لهم الطيبات وبيحرم عليهم أي شيء خبيث، وهيرفع أغلال كانت موجودة في أعناقهم، وعقوبات ربنا كان معاقبهم محرم عليهم نوعيات معينة من الأكل بالنسبة لبني إسرائيل، هيشيل العقوبات دي اللي كانت مؤقتة لفترة معينة، وهيحل لك كل الطيبات ويخليك من أمة الإسلام. ومع ذلك الناس رفضت. الناس رفضت ليه؟ ده شيء غريب. لكن أنا بوصل برضو عند نقطة مهمة جدا متعلقة بالتدخل البشري في الكتب السماوية لما اليهود شالوا الأوصاف. دلوقتي النهاردة لما بيحصل نوع من النقاش، وفي بعض الناس من المسلمين والأساتذة المفكرين كتبوا وطلعوا بعض الأدلة من التوراة ومن الإنجيل، فردت عليهم بعض أصوات وقالت الله طب ليه كلها رموز وألغاز كده، ليه مش مكتوب صراحة وانتوا عندكم في القرآن عيسى بيقول على لسانه اسمه أحمد. أيوة. فلما اليهود شالوا هذه الكلام، هل كان من ضمن الإعجاز الإلهي في الكتب السابقة ان ربنا طبعا كان عارف انه الناس هتتدخل وحتشيل، فساب بعض الحاجات ملغزة بألغاز عشان لما بعض الناس تبحث بنية سليمة عايز يوصل للحق، مش مجرد مكابرة وأهلي وزمالك مين اللي ينتصر، هيوصل يعني. بعض الناس طلعت كلمة البرقليت أو الفرقليت اللي موجود، طبعا ما كانش الإنجيل أو التوراة باللغة العربية، كان فيه لغات سوريانية وعبرانية وكده، فلما جهوا يعدوها ويعدوا الحروف والأرقام طلعت بالضبط عدد الأرقام بتاعت اسم محمد، الأربع حروف في العربي، الميم والحاء والميم والدال. فبعض الناس قالت طب يا أخي إذا كان ربنا عايز يقول لنا في التوراة وفي الإنجيل أوصاف الرسول واسمه، ليه الموضوع جايب ألغاز عشان تخفى هذه الألغاز على المفسدين الأوائل اللي حرفوا وشالوا عشان محدش يعرف أوصاف النبي، وتظل معجزات باقية حتى بعد أن تدخل البشر فيها للي عايز يدور وعايز يعرف. شوف، حتى ساعة ذكره عيسى عليه السلام لم يذكره باسمه الذي ولد عليه صلى الله عليه وسلم، اللي هو محمد، اللي هو محمد الأحمد. ودي نقطة مهمة جدا في إيه؟ دي تبين لك عظمة الأداء البلاغي اللغوي البياني في القرآن، إن القرآن نازل لغة، الإعجاز لغوي بياني بلاغي، قول زي ما أنت عايز. لو كان عيسى قال محمد أنا أقسم لك بالله إنها كانت ممكن تعدي وما فيهاش أي مشكلة، ما كانش حد هيعمل عليها مشكلة، وإذا حد كان عمل مشكلة كنا هنقول له ما هو لما اتولد سموه محمد. لكن شوف العظمة الأداء البلاغي على اللغوي في القرآن، إن عيسى ما قالش محمد، لأن محمد زمان شرحت لك زمان اسم إيه؟ مفعول، اسم مفعول. ولما تبص على أسامي الأنبياء والمرسلين تلاقيها كلها مش داخلة في العربية، تلاقي العجمة شملاها. لكن اسم هذا الرجل اللي يولى اللي ينزل عليه القرآن إيه؟ عربي، يجي اسمه عربي ويجي مشتق فيناسب زمن المتكلم في كل زمان.
يناسب زمن المتكلم في كل زمان ومكان. فلما عيسى قال احمد بعض الطوائف قالت ايه؟ احنا مستنيين احمد، ده اللي جه ايه؟ محمد. تقوم ترد عليهم لغه، تقول له هو ما يقدرش يقول محمد، ده لسه ما اتولدش، ده هو لما يتولد يبقى محمد. فقوم يختار الله تبارك وتعالى لا اسما يناسب زمن المتكلم وهو عيسى عليه السلام. فعيسى يقول ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. احمد يعني ايه؟ افعل التفضيل. الذي هو احمد مني لرب الناس. فاذا ولد الاحمد فهو محمد. ان قام بالحمد فهو الحامد. ادي اسم فاعل كده. تاني هو ان ادى على الوجه المطلوب وده شيء ما فيهوش كلام يبقى هو محمود المنقلب امام الله يوم القيامه، وده المقام المحمود اللي انت بتدعو له في كل اذان. تبص تلاقي العمليه ماشيه لغه متسقه تمام. وانا بقولها لك اهو، لو عيسى قال محمد لو حد كان مسكها كنا هنرد عليه نقول ما هو اتولد محمد مثلا، لكن لا، لانها مساله الهيه لا نفع فيها الغلط ولا التصحيح. ما فرطنا في الكتاب من شيء. مش ممكن، مش ممكن. ولذلك قال ايه بقى؟ لا اللي نخدم الحته دي علاء قوي، ايه بنقولها كتير بس مش واخدين بالنا. قال كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من بين يديه على الاقل اللي هو عيسى عليه السلام، اخر نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ودي نقطه اتكلم فيها عيسى سبحان الله، قال ايه؟ قال يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي. كلمة ما بين يدي تشمل ايه؟ الرسالة اللي انا جيت عليها موسى عليه السلام. انا ما انكرتوش وما شفتش نبي انكر نبي، بل بالعكس، ده في زي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، متخذ برضه نفس الميثاق ده على النبيين. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكم، مهما يحصل على مر العصور ثم ياتيكم هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به. يعني اذا ده متاخد ايه؟ ده العهد ده متاخد او الميثاق على كل نبي، على كل نبي، ولكل نبي لما يجي بعديك نبي او رسول تؤمن به، واللي يجي يؤمن باللي قبله. وانا زمان قلت لك شوف ده دأب ديانات او رسالات السماء، عكس الوزارات مثلا. وانا هكلمك بصراحه شويه، لما تتغير الوزاره لازم رئيس الوزراء اللي يجي يقول لك ده اللي فات عمل وسوى ونيل الدنيا وانا هظبط، مش كده؟ لكن السماء مش كده، ديانات السماء مش كده، وتلمحها في كتابك قران وتلمحها عند عيسى عليه السلام لما قال مصدقا لما بين يدي من التوراه. يبقى هو ده الانجيل، يبقى الانجيل يصدق ايه؟ التوراة، ويبشر بما في القرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. في الإنجيل نفسه تجد على لسان عيسى ما يروى عن عيسى عليه السلام أنه قال كده، يعني أن أنا ما جئت لكي أنقض الناموس، أنا ما جئتش أغير الناموس الذي كان ينزل على موسى، وأنا بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة. كل ده في الإنجيل كلام روية عن عيسى عليه السلام. هقول لك على منطق يقابل اللي أنت بتقوله. شوف لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ شوف الترتيب ده يا علاء كده. الذي يجدونه مكتوبا عندهم إيه؟ في التوراة والإنجيل. أول حاجة يأمرهم بالمعروف. هقولها لك بقى أنا بصياغتي اللي هي ما تنفعش. هل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا الأول أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ وده التوصيف المنطقي. ليه؟ لما يجي يحل في البداية يبقى ده جاي لهدف، يبقى بيعمل كده عشان يلم يكسب أتباع، مش كده؟ لكن هي مش كده. هو الأول جاي يأمر وينهى، اللي هي الرساله الالهيه بالظبط كده، يامر بمعروف وينهى. وده اللي قاله لو انت خدت بالك النجاشي بالحرف، ده راجل واعي. قال لهم قولوا لي الراجل ده بيقول ايه. قالوا طبعا كانوا الاثنين بقى خصمين، دول واقفين قدام دول، وده بيقول له ده غلط وده قال طب قولوا الراجل ده بيقول ايه. الراجل راحوا قايلين له سوره مريم، قال جملة لو احنا فكرنا فيها دقيقة تخلص المسألة. قال ان الكلام ده والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، كلام شكل بعضه. واللي بيتكلم ده ملك نصراني، نصراني، وخد بالك ده عربي
وده مش عربي يعني ده قبطي باللغة القبطية ومعروف، لكن الراجل فاهم دي وفاهم دي، فقال ايه ده وده ده كلام سماوي مش كلام بشري. لما نزعوه في المسألة دي قال لهم ان الذي يفعله هذا الرجل يقابل العقل والمنطق، والله انه لا يأمركم بمنكر ولا ينهاكم عن معروف، والله والذي أرسل عيسى بالحق إن لم يكن هذا دين، إذا ما كانش ده دين فهو في خلق الناس حسنا. يعني لو افترضنا أن ده مش دين، ده الرجل جاي صلى الله عليه وسلم بيتكلم كلام إيه؟ لا يأمر بمنكر ولا ينهى عن معروف، فإذا ما كانش دين فهو إيه؟ في خلق الناس حسنا. وأسلم هذا الرجل ولا لأ في نهاية المطاف؟ وده يبين لك أن اللي بيشغل المنطق والعقل مع التتبع الطبيعي للآيات، لو إن محمد صلى الله عليه وسلم زي ما أنت قلت جاي يلم ناس حواليه أو يعمل حاجة لنفسه أو كان قال يلا ده حلال وده حلال، لا ده في البداية يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ودي مسألة تأباها النفس البشرية. النفس البشرية مش عايزة إن علاء يقعد يقول لي اعمل وما تعملش، عايز يسهل لي فما بدأش كده، لكن لأن ده برضه ميزة أو صفة عايزة عشان تتشرح وقت طويل بس خد بالك منها كده، يحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنهم إيه؟ إصرهم والأغلال التي كانت اللي هم اللي عمل، يعني خد بالك الأغلال والإصر والحاجات دي هم اللي عملوها، يعني ما هياش بداية من الله تبارك وتعالى إلا لا دي عقوبة على ما على فعلوا على معصية، فكأنك أنت اللي عملتها بقى. فده جاي يرفع عنك أو عن عاتقك هذا الكلام، فيبقى الترتيب منطقي جدا، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده. ونيجي في حتة الأمية هنا مهم جدا على فكرة، إن هو ما عندوش فكرة عن اللي فات، فلما يتكلم في القرآن عن اللي فات يبقى إيه؟ يبقى أكيد حق. ولذلك لما جه يحكي لك في سورة يوسف قال إيه؟ قال جملة بلاقي ناس زعلانه منها، بس هم لما يفهموها لغويا ما يزعلوش. قال له وان كنت من قبله لمن الغافلين، هذه مش غفله مش الغفله اللي انتم متعودين عليها، دي غفله عدم العلم. ده هو هذا الرجل ما يجيبش حاجه من عنده، اذا ما جالوش حاجه من السماء ما يعرفش يتكلم. فقال له نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. انت لا يمكن تعرف اللي حصل في الأزمان الماضية ولا تاريخ الأنبياء والرسل ولا المواقف السابقة صح؟ في الماضي الصحيح، فلما يقولها صلى الله عليه وسلم تتصدق ولا ما تتصدقش، ويبقى منطق ولا مش منطق. هقول لك حاجة تانية، قال له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا صح؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان صح؟ ولو وقال إيه؟ قال لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيكتب أو بيقرأ أو إذن تخطوه بيمينك لارتاب المبطلون، لارتاب الإيه؟ المبطلون. ويبقى وعايز يقول لك يبقى عندهم حق هنا، إنما لما يجي لك أمي عندك حق في إنك ترفضه. ده راجل ما يعرفش، خد بالك بقى في تعريف الأمية عشان تملي من صحاحها وما فيش فايدة، هما بيقولوا الأمي هو الذي إيه؟ لا يقرأ ولا يكتب، هذا توصيف خاطئ. الأمي هو الذي لا يكتب ولا يحسب بنص كلام رسول الله. قال نحن أمة أمية أو إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إنما يقرأ، بس يقرأ عن إيه؟ عن سماع مش من حاجة مكتوبة، مش من كتابة. أيوة كده، وبدليل إن هو لما قال له اقرأ قال ما أقرأ أو ما أنا بقارئ أو ماذا أقرأ، على اختلاف الروايات. ما أنا بقارئ يعني إيه؟ أو ما أقرأ يعني إيه؟ أنا ما تعلمتش كتابة عشان أقرأ، لكن حق أقرأ لو إيه؟ لو سمعت. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأ صلى الله عليه وسلم. ولو أن الأمية تعني عدم القراءة ما قال له الله اقرأ، كان يتغير الأمر. لكن أنا بقول سبحانه وتعالى بيقول اقرأ لأنه ضمن أنه إيه؟ سبحانه وتعالى أنه حيقرأ، لا باسم ما تعلمه لأنه ما تعلمش، لكن باسم إيه؟ ربك الذي خلق. والدليل أن القرآن الكريم بيقول ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، سبحانه وتعالى جل شأنه. فالقضية في الأمية قضية متميزة جدا، إن عارف لما تستعرض الأحداث وتخير
لا تختار إلا أن يكون هذا الرجل عرض الأحداث وتخير، لا تختار إلا أن يكون هذا الرجل صلى الله عليه وسلم أميا. ليه؟ علشان الأمية عنده شرف إن أي حاجة هيقولها هتبقى منين؟ من عند الله تبارك وتعالى، مش من عند ذاته أو من عند ما تعلم أو عند ما تولاه. حتى مثلا جده لعلمك كان كبير قريش وراجل حكيم جدا، لو كان رباه شوية لما كبر كانوا قالوا إيه ده اتعلم من جده أو خد من جده شوية صفات أو خد من جده شوية حاجات. لا، أول ما جده بدأ يفرح بيه وبدأ يشب كده وحيبدأ يديله مات جده. ليه؟ عشان تظل التربية لله تبارك وتعالى، ويفضل كل ما يأتيه سبحانه وتعالى، كل ما يأتيه صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الطريق. أي يعني عايز إيه تاني أكتر من كده تبسيط علشان تؤمن إن هذا الرجل الذي يبعثه الله تبارك وتعالى في هذا الوقت بالذات مكتوب عندك فين؟ في التوراة وفي الإنجيل. السؤال هم إمتى لعبوا في الحتة دي؟ ساعة أرسله الله تبارك وتعالى، لما يعني مبدئيا اليهود لما لما لان هم كانوا مستنيين انه النبي الخاتم يجي من عندهم هم، كما اصل هم قعدت الرساله عندهم فتره طويله جدا، انبياء كتير، انبياء كتير، بني اسرائيل كتير جدا، واختلفوا المؤرخين فيهم 50-60 كتير. فهم متصور. وبعدين يعني كفانا موسى وعيسى رسالتين كبار بكتابين كبار، فقال لك والثالث يبقى من عندنا ونقفل بقى وتفضل الزعامة. فلما لقوها خرجت للعرب دي زعلتهم جدا. ودي النقطة اللي انت قلتها برضو في سياق كلامك من شوية، المسألة مش أهلي وزمالك، المسألة مش عصبية. الشطارة في الإيمان انك تسلم لما يصلح حالك، انقذ نفسك، انقذ نفسك، لأن طيب. مفيش حد هيلحقك. طيب هنقف عند الجزئية دي في مسألة السبب والتوقيت لأنها نقطة مهمة جدا، بس ناخد فاصل، تابعونا مرة أخرى. تفضل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. اليهود في شبه الجزيرة العربية كانوا دايما واخدين جنبك، عادتهم وعهدهم دائما بعيدا عن العرب، وما يحصل فيه أي خلافات يقولهم يعني يوشك نبي آخر الزمان أن يخرج أو أن يبعث، وطبعا متصورين هيبعث فيهم هم، وطبعا هيستقوا به ويستنصروا به، وبالتالي أنا أقتلكم به مش عارف قتلة عاد من ثمود. المشكلة أن أول لما بعث هذا النبي وجه مش من بني إسحاق، جه من بني إسماعيل، بقت المشكلة، اعتبروا ده يعني حاجة غير مقبولة، وكأنهم سبحانه يعني سبحان الله هيعدلوا على ربنا سبحانه وتعالى في قراراته وفي إرادته أنه يبعث النبي ويختاره ويصطفيه من هذا النسل أو من ذاك. حضرتك قلت نقطة مهمة جدا اللي هي إمتى؟ إذا كانت لغاية قبل اليوم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي من السماء، كانت الأوصاف موجودة والكلام مكتوب ومستنيينه وبيبينوه ودرسينه وبيدرسوه لأولادهم. خد بالك بقى، ومش متقال لهم إنه عربي. أيوة، هي دي النقطة المهمة. يعني عارف لو متقال لهم إنه عربي كانوا شالوها من قبل كده. لكن هو مدي لهم أوصاف شكله، مش قايل جاي منين وهيخرج فيهم أو لهم، يعني هو لهم ولغيرهم، بس هم ما فهموش النقطة دي. فلما بعث من العرب بدأوا بقى إيه، إلحق طويل يخلوه مش عارف إيه قصير، فاهم؟ إلحق غير بسرعة. طب تصدق إن يعني الكلام ده مكتوب في الإنجيل اللي موجود دلوقتي بين إيدينا، بس هو الهوى الشخصي في التأويل والتفسير. يعني الصياغة اللي مكتوبة في الإنجيل إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم إن سوف أقيم لهم نبيا من إخوتهم، فهم لما جم يفسروها على هواهم قال لك يعني مننا من اخواتنا، بينما التفسير الحقيقي والصحيح من اخواتك يبقى مش من يعني اخوك، مش انت اخوك مين؟ اسماعيل مش اسحاق. بص على هي القضيه دي، انا عايز اقول لك على نقطه مهمه جدا. هم لما كانوا بيترقبوا خروجه صلى الله عليه وسلم او بعثوا يعني صلى الله عليه وسلم، كانوا بينتظروا خروجه عشان يعاقبوا به الناس، مش هدى ومش رحمة ومش نور. بقى شوف لما يجي القرآن يوصفه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني كله جه على عكس مرادهم. يعني هم افتكروا إن مبعثه صلى الله عليه وسلم هيبقى فيهم ومن بينهم وي 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 فهيعاقبوا به الناس.
فربنا يخلف هذا الفكر العقيم ويقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فعايز أقول كله جه عكس ما هم كانوا عايزين بالله عليك. وبعضهم عمل كده، العائل منهم عمل إيه؟ سلم للحق، لأن المسألة على رأيك أنت مش هتمشي على كيفك، ده أنت كده بتعدي الكون، ودي مسألة لا تكون إلا لرب العالمين. أنت المفروض تابع، يعني حتى في علاقتك في العبودية أنت تابع، ما انتش واضع منهج يعني. ولو عملت حاجة زي كده ما بيتسماش منهج، بيتسمى هوى. بل اتبع الذين ظلموا إيه؟ أهواءهم بغير علم. والسؤال قائم إلى يوم الدين، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فدي قضية مهمة جدا. بس أنا عايز أقول إن للأسف الشديد من المسلمين الآن من يفعلوا مثل هذه الأمور دون أن يدروا، من غير ما يحسوا، إن بعض المسلمين يا إما تركوا السنة تماما وبقى المسألة برضو هوى شخص بيلعب بيهم، يا إما بعضهم تملق في حب الرسول إلى إنه رفعه لدرجة نهى عنها صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ودي حقيقة، وده حديث صحيح، إن بعض الناس من كتر حبه في الرسول يحط حاجة، مثلا يجي في الأذان ويقول لك إيه: أشهد أن سيدنا محمد، على إنه بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسألة مش كده، المسألة على إن إحنا كمسلمين لله ما فيش حاجة تجيبها من عندك. ما هي البدعة؟ ألم يشر إليها صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال فيه: ألا وإن كل محدثة إيه؟ بدعة. قال إياكم ومحدثات الأمور. ليه؟ لأنك أنت لو تتبع تبقى ماشي على السنة، لكن لما تألف تبقى بدعة. لا ده مظبوط ولا ده مظبوط. بس الكلام ده في الدين عشان الناس ما تفهمش حديث الرسول طبعا، يعني الاختراعات وحشه وان التقدم العلمي وحش. لا لا لا، احنا قلنا البدعه الزياده في الدين على سبيل التعبد قولا واحدا، والا يبقى التلفزيون بدعه والكاميرا بدعه. لا ده كلام فارغ، لا احنا بنتكلم في الدين، في الدين. ولو انت خدت بالك من حقيقه البدعه ان هو صلى الله عليه وسلم حكمك في بعض الامور، قال صلوا كما رايتموني اصلي، ألف الحج والعمرة خذوا عني مناسككم، عشان تبقى متحددة وواضحة. لكن شاهدي في الكلام، وإحنا في مناسبة هذه الذكرى: إياك وأن يعلو حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله، منهج الله. زي اللي يروح يقف قدام القبر يقول له: يا رسول الله اعمل واعمل. ده راجل مجنون. في ناس للأسف عايزة تبقى تروح وتصلي في اتجاه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ده راجل مجنون. هو صلى الله عليه وسلم اللي قال لابن عباس، قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني ده كلام واضح منه صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالش أنا، عمره ما قال أنا. وبعدين القرآن قال إيه؟ قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهنا قال: الذين يتبعون. لما تيجي تتبع الرسول عمره ما عمل حاجة لذاته، عمره ما قال أنا. فاتباعك له على منهج وضعه الله تبارك وتعالى، وطبقه صلى الله عليه وسلم أيما تطبيق. واجتهد صلى الله عليه وسلم في الأمور الشخصية إلى أبعد حدود، وما كلفكش أنت بيها. يعني في صلاة القيام طول الليل لما تورمت قدماه قال لك: أنت عمل كده؟ أبدا أبدا. صيام الوصال لما حبوا يعملوه زيه قال لهم إيه؟ انما يطعمني ربي، عشان بيقولوها ابيت عند ربي ومش عارف ايه. خدوا بالكم من الالفاظ اللي ما وردتش في الحديث. قال: انما يطعمني ربي ويسقي. يعني دي مساله فيها مجاز لغوي. فعايز اقول اللي هو عمله لنفسه ما امركش انت بيه، ولما اتكلم فيها صلى الله عليه وسلم قال: ده مقام الرساله، دي حاجه بتاعتي انا، مش يعني اللي انا اقول لكم عليه بس اعملوه. اللي انا بعمله بيني وبين المولى عز وجل دي مساله ايه؟ مالكش انت يعني دعوه بيها. مشقه انا بتحملها. هو يتحملها تعادل مقام الرساله. بالظبط كده. هو يتحملها، هو ما يكلفكش انت بيها. والراجل اللي ساله مثلا في الحج كل سنه قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. شوف وعيه صلى الله عليه وسلم وحكمته صلوات ربي وسلامه عليه. انا اسف ان كان في لفظ بيطلع كده، بس افهموا الكلام عشان ايه؟ تطبقوا منهج هذا الرجل العظيم في سنته صلى الله عليه وسلم. يبقى عايزين نقول في ختام حلقات الرسول
أن هذا الرجل كان من المكانة بمكان أن تتبعه، من المكانة بمكان أن تتبعه وتجري سنتك على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وتبقى حذر جدا يا علاء في كل حاجة بتعملها، هل الرسول عملها ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا لازم نسأل بيه نفسنا. الشيء الفلاني الرسول عمله نعمله، ما عملوش ما نعملوش، قولا واحدا، ما يقبلش مجاملة، ما فيهاش معلش، ما فيهاش يجوز، ما فيهاش زي بعضه، لأن القرآن قال كده. الآية بتقول إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعضنا للأسف الشديد يقول لك ما فيهاش حاجة، إيه يعني لما نعمل حاجة جديدة يعني ما عملهاش الرسول؟ ما ينفعش، الدين ما فيهوش كده، الدين فيه فعله الرسول نعمله، تركه الرسول نتركه، لأن هو صلى الله عليه وسلم ما قصر في شيء. لو في حاجة كانت تتقال يبقى قالها، أدام ما تقالتش يبقى ما تتعملش. وإذا لقينا مخترعات حديثة أو أوضاع جديدة أو مستحدثات عصرية بنقيسها على المنهج بالظبط، قياسا الموضوع ده في حلال، القاعدة بتقول إيه بالظبط، ونقيس عليها يبقى حلال أو نقيس عليها وتبقى حرام. أهو كده، وهو قال لك إن الحلال بين وإن الحرام بين، زي ما اتفقنا زمان، وده كلام أنا أرجو إنه ما يبقاش بنكرره. التلفزيون علاء بيتفرج فيه على برنامج ديني، وغيره بيتفرج فيه على كليبات، وهو هو التلفزيون، فما أقدرش أقول التلفزيون حرام، إنما أقدر أقول الكليب حرام. فهمني إزاي؟ يعني هي مسألة مش الجهاز، إنما ده الشيء اللي فيه. بتتفرج على برنامج ديني اتفرج، تتفرج بقى على حاجة تانية ده اللي حرام، مش الجهاز نفسه. لا ايه المشكله في الكليب والحاجات العريان كليب ولاد الكليب دول يعني هي دي القضيه. فعايز اقول عايزين نتعلم في هذه الذكرى العطره ان نعتاد النوافل كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وان نتعود عليها صيام الاثنين والخميس و13 و14 و15 من كل شهر، الصلاه كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيام كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحج كما حج رسول الله. ما تجتهدوش يا جماعه، دي عبادات. وانا بقول لك الكلام ده وانت عارف وجعنا فين، انت عارف السبب اللي انا بتكلم فيه. ايوه، ان يجي واحد يقول تاليف ويقول حاجات ما حصلتش ويقول ولما تيجي تقول له يقول لك معلش، مفيش معلش في دي. يعني لما يجي يقول هو صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ما قالهاش كده، صلوا كما رايتموني اصلي، دي ما قالهاش كده. فنعود بصلاتنا الى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وانا يعني ارشح كتاب صفه صلاه النبي للشيخ الالباني لكل مسلم يقراه، وإن شاء الله زي ما أنت وعدت السادة المشاهدين بعد حلقات التوبة نقول بقى حلقتين ثلاثة عن الصلاة والوضوء وكذا إن شاء الله. نعود بصيامنا إلى صيام الرسول صلى الله عليه وسلم، الصيام الكامل، مش من الفجر للمغرب وانفلت بعد المغرب. يعني أنا بمسك عن الإيه؟ عن الحرام؟ لا، أنا بمسك عن الحلال قبل المغرب وبعد المغرب، ومش أكل وشرب، ومش أكل وشرب. وقيسوا الكلام ده يا جماعة وفكروا فيه، السلوكيات والأخلاقيات، المعاملات والسلوكيات والأخلاق وكذا وكذا وكذا. كل الأمور دي لازم نفكر نفسنا بيها. وأنا بقول آية غايبة عن المسلمين في الحقيقة علاء، وأرجو أن احنا نفكر بعض بيها. قال إيه المولى عز وجل؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. ده قسم خطير. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، دي ما عادش بتحصل، وتواصوا بالحق يعني علاء لما يلاقي محمد قصر شويه يقول له انت بطلت تنزل الفجر ليه؟ بقى لي يومين ما شفتكش. ما بتحصلش، يقول لك وانا مالي عامل يحرجني ولا بتاع، من باب حبك اذا كنت بتحبني صحيح تخاف علي. الراجل ده بطل ينزل الفجر ليه؟ الراجل ده بطل ينزل العشاء ليه؟ الراجل ده ما جاش العصر ليه؟ وده اللي لازم نعمله، والايه بتقول كده وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما علاء يسالني اقول له والله مش ما بعرفش بقيت بنام، يقول لي لا اصبر شوي، صحي نفسك، اعمل مش عارف. لدرجه ان بيجي لك اسئله يعني فاهم ملهاش اجابه، يقول لك بطلت اصلي اعمل ايه؟ اقول له صلي. يعني هقول له ايه؟ يقول لك بطلت اصلي اعمل ايه؟ صلي. يقول لي طب مش عارف ايه؟ بقى في اسئله ملهاش اجابه. يعني ايه بطلت اصلي؟ وبعدين يسالك اعمل ايه؟ تقول له بالله عليك ترد وتقول له ايه؟ صلي. شد حيلك شويه، اتعب شويه، اللي هي معناها ايه؟ اصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لسه واحده مكلماني بتقول لي ابنها مش بيصلي، وهو عارف ان الصلاه فرض، بس سبحان الله ما بيصليش. قول لها اصل انا تعبان، اصل عايز اتكلم مع شيخ،
فقال لها طب بصي عايز اقعدك شويه اتكلم مع الدكتور هدايه او عايز اتكلم مع الشيخ، هما الاثنين دول بس يعني، يعني حتى مش عايز يقعد يتكلم مع اي حد ينصحه. طب يعني انت محتاج، معلش يعني محترم لحضرتك والاسم الثاني اللي هو ذكره، يعني انت محتاج حد عشان يقنعك انك تصلي؟ ما انت عارف ان الصلاه فرض وان ربنا سبحانه وتعالى موقت هذه الصلاه، حي على الصلاه يعني اتفضل حضرتك قوم صلي، مستني الشيخ يقول لك ايه. هقول لك بقى المصيبه فين يا علاء. المصيبه في اللي انت بتقوله في حاجتين ما لهمش ثالث. يا اما هو بيتمحك في هدايا وغيره على ما نقعد بقى معاه، يعني هتساب من غير صلاه لغايه ما نقعد. صح؟ يا اما الثانيه ودي اخطر، ان بعض الناس متصوره ان الشيخ ده هيقول له ايه، طب في ايتين لو قلتهم فاهم هيتفك سحر ولا مش عارف ايه ولا، لان دي قضيه بقت منتشره في المجتمع، وانا بأحذر نفسي والساده المشاهدين من هذا الموضوع، ان يقول لك ايه بطلت تسأل على اهلي اعمل ايه، قول له اسال عليهم، يقول لك لا ما عندكش وصفه. وصفه ايه؟ الناس رايحه الحتت انت فاهم لمناطق ان ده معمول عمل والعمل ده واقف مش عارف لا ايه، وان في ايات معينه هي اللي بتفك تظبط الحته دي، حاجه للمغص وحاجه لبر الوالدين وحاجه للانتظام في الصلاه، دي كلها يعني عايز اقول كل هذا الكلام في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ عشان يفك اعمال واسحار ويفسر احلام ها؟ هل هو ده الدين؟ اقسم لك بالله انحصر الدين في هذه الايام على هذا الكلام. قلب القنوات الفضائيه كده، حتى اللي بيجيبوا برامج دينيه، يا تفسير احلام واحد واثنين وثلاثه، يا ايه نتكلم في السحر وفك العمل ومش عارف ايه. وبعض الناس النهارده يعني بقينا بين فكاي الراحه زي ما بيقولوا، يا اما واحد بيقول لك العلاج بالقران، يا اما واحد يقول لك لا ده القران ما ينفعش يفك العمل ده عمل سفلي فلازم برضه جن ابن جن يعني اللي يفكه. ده المسلمين النهارده. لا ده كلام صح ولا ده كلام صح. وبعدين لما تقعد مع الناس يقول لك طب نعمل ايه؟ يا اخي ده الرسول قال جمله انا ما اقدرش اتجاوزها، ان الحلال بين وان الحرام بين. يعني ابننا اللي بيقول اللي انت بتقول عليه ده، طب صلي لغايه ما تقعد مع الشيخ. لكن لا هو عايز يبطل الصلاه لغايه ما يقعد مع الشيخ، طب هو الشيخ هيعمل لك ايه صحيح؟ يعني هو الشيخ هو عايز برشامه. ايوه بقينا عايزين دكتور بقى، دي بقت ثقافه مش بس في الدين، يعني نمط عيب نمط عام في المذاكره في المستقبل، يقول لك لا بص انا لسه همسك المجلدات دي كلها ذاكرها، الدين الخلاصه الملخصات فاكر الكلام ده؟ الاستاذ الفلاني بيعمل ملخص كده، هاته وصوره وذاكره هتعدي من الامتحان. هي دي بص على المنهج الالهي متكامل، وده اللي خلانا زمان نقول للناس ما تقوليش صورة كذا تعمل كذا وصورة كذا تعمل كذا لا، انت تاخد القرآن من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وإلا يبقى انت أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. لا ينفع كده ولا ينفع كده. أظن دي مناسبة قوية جدا إن احنا نعود إلى صحيح الدين متمثلة في المنهج الإلهي القرآن وسنة الرسول الصحيحة. لو تمسكنا بالاثنين أقسم لك بالله لساد المسلمون العالم. والسيادة هنا مش سيادة سطوة، مش سيادة جبروت، مش سيادة قوة، لا احنا نور، احنا علم، احنا هداية، احنا هدى، احنا المسلمين كده. ولذلك أرجو أن تكون هذه الأيام فتحت خير علينا أن نعود نحن إلى منهجنا لنسود به العالم هداية وهدى. أسأل الله ذلك يعني. جزاكم الله كل خير. وأنا بطلب من حضراتكم أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتفلوا معنا بهذه الذكرى العطرة. بفكركم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول ونبي وكان ابن وكان أب وكان جد وكان جار وكان تاجر وكان واعظ وكان خطيب وكان مفاوض وكان مقاتل، كان كل حاجة ممكن تتخيلها حضرتك بتمارسها النهاردة في حياتك المعاصرة وبيمارسها كل إنسان إلى قيام الساعة. إذا كنت بتحبه فعلا خليك زيه في تجارته، خليك زيه في كلامه، خليك زيه في المعاملة مع الزوج أو الزوجة، خليك زيه كجار، خليك زيه في الشارع، خليك زيه وانت بتتكلم، خليك زيه وانت بتتصرف كل تصرف أو معاملة، عشان تعرف تقول بجد ومن قلبك أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. كل سنة وحضراتكم طيبين. أرجوكم ما تحتفلوش النهاردة بس، ولكن احتفل كل يوم بتصرفاتك
لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. شوفكم بألف خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.